رب يكون يوم حلو على كل الأهلاوية النهاردة إن شاء الله بإذن الله من خلال فوز الأهلي على الزمالك بإذن الله خلال مباراة اليوم. خلوني أرحب بضيفي العزيز أستاذ رامي عبد الحميد رئيس القسم الرياضي باليوم السابع. أستاذ رامي منورنا ومشرفنا. أهلا بيك وأهلا بكل السادة المشاهدين النادي الأهلي. الحمد لله كله تمام. الماتش صعب النهاردة. طبعا مباراة مهمة طبعا في كلاسيكو الكرة المصرية. طبعا جماهير الكرة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا بتستنى مباراة الأهلي والزمالك. اسمح لي الاول في البدايه ان انا اهني منتخب كره اليد. ما لسه كنت هقول المخابر. منتخب الشباب كره اليد فاز بالمركز الثالث في بطوله كاس العالم للشباب بعد ما فاز النهارده على المنتخب البرتغالي بنتيجه 37-28، وده انجاز كبير جدا. وكنا امبارح على فكره قربنا ان احنا نصعد كمان للنهائي، لكن برضه حلو قوي الحمد لله خدنا المركز الثالث في بطوله كاس العالم للشباب لكره اليد، فانجاز كبير جدا. كل التحيه ليهم طبعاً. كل التحيه ليهم، وان شاء الله باذن الله كلنا هنستقبلهم في المطار. بعيدا عن المنتخب كره اليد، بنهني النادي الاهلي، جماهيره، مجلس ادارته، كل المحبين النادي الاهلي. بطوله طبعا صعبه جدا على النادي الاهلي السنه دي طبعاً. بطوله مهمه جدا في تاريخه. اعتقد ان يمكن دي حسب ما وصفها كل العاملين في منظومه النادي الاهلي ان هي البطوله الاغلى بالنسبه للنادي الاهلي. مبروك للنادي، مبروك للجماهير، مبروك للجهاز الفني. الحقيقه تحمل منا انتقادات كتير جدا للجهاز الفني، لكن اعتقد ان جه النهارده الوقت ان احنا نهنيه طبعا. بقول له يعني طبعا مبروك. مباراة النهاردة مباراة أعتقد بالنسبة له برضو تحدي جديد كجهاز فني وكلاعبين. النهاردة مباراة مش مباراة بطولة ولا مباراة كاس ولا مباراة فيها ميدالية آخر المباراة، يعني هي مباراة لكرة القدم، مباراة للمتعة، مباراة للجماهير، مباراة إثبات الذات عند الفرقتين. طبعا الدوافع واحده، يعني دوافع نادي الزمالك طبعا قويه، دوافع النادي الاهلي ايضا قويه، فبالتالي النهارده الفرقتين مش هيلتزموا بكلام المديرين الفنيين ولا الاجهزه الفنيه والتكتيك واسلوب اللعب، لكن اعتقد ان النهارده هي مباراه المفترض ان هي تكون مباراه للاداء الجمالي، مباراه للاستمتاع، مباراه ان احنا ننهي فعلا موسم صعب جدا وشاق جدا على الكره المصريه. مباراة الأهلي والزمالك يتمنى النهارده تخرج بالشكل اللي احنا كلنا نأمل بيه، يعني ونتمنى ان هي تخرج بالشكل اللائق بين اللاعبين. مهمة جدا في ده، مهم يعني. جدا كنت اتمنى، ويمكن كنت اتكلمت في بعض القنوات قبل بعد النادي الأهلي توج باللقب، كنت اتمنى النهارده ان يكون في ممر شرفي بالنسبه من نادي الزمالك للنادي الاهلي. دي هتعكس روح البعض جانية ياخد جدا. الجزئيه دي على ان الاهلي عشان كسب البطوله فالجماهير نفسها ان يكون في ممر شرفي للاعيبه النادي الاهلي وكلام من ده، الناس بتاخدها بشكل عصبي شويه. امتى نقدر نتطور ونواكب كل اللي بيحصل في العالم دلوقتي؟ لما حد بيفوز ببطوله بتعمل له ممر شرفي وبتسلم الدرع في الملعب، امتى يكون عندنا الثقافه دي؟ انا كان نفسي نبدا النهارده، يعني كان نفسي يبقى عندنا حضرتك تقول امتى دي نبدا النهارده ونبدا من المنافس ونبدا من الفريق اللي هو ما حلفوش الحظ يقول نفسه هارد لك ويشتغل. برشلونه وريال مدريد ويشتغل. اللي هم اقوى فرقتين في العالم ومنافسه شرسه جدا ما بينهم بيعملوا كده. طبعا يعني بيعملوا ممرات شرفيه. اعتقد ان دي كمان يا استاذ امير هي كانت هتبقى نقطة إيجابية لخارج الملعب، يعني هتبقى يعني جزء كويس. احنا المشهد العظيم اللي احنا شفناه في كأس الأمم الأفريقية، التشجيع والدخول الجماهير والالتزام الجماهيري والتزام تذكرتي والنظام اللي اتعمل في التذكرتي، اعتقد كل ده كان شيء إيجابي. لما يحصل نوع من المنافس لما يقدم ورود ويقدم التهنئة للمنافس بتاعه، اعتقد دي هتبقى ليها إيجابية كبيرة جدا يعني. أكيد. طيب عايز أقول لحضرتك سؤال. النهارده من خلال صفحات قناه الاهلي المختلفه هنستنى تواصل حضراتكم معانا وتوقعاتك لنتيجه مباراه الاهلي والزمالك. تواصل معانا من خلال صفحات القناه على فيسبوك، تويتر، وانستجرام، ومع نهايه الحلقه هنقرا ردود افعالكم، وان شاء الله اكيد نتمنى الفوز يكون للنادي الاهلي. عايز اسالك سؤال بسرعه قبل ما نتناول العناوين الخاصه بالصحف والمواقع. مدى تاثير الاعلام على مباريات القمة على مدار التاريخ من وجهة نظرك؟ لا طبعا الاعلام ليه تاثير كبير جدا على مدار القمه في تاريخها. كل اساتذتنا الكبار طبعا اللي سواء المتواجدين على قيد الحياه واللي من رحم ربنا يعني. اعتقد ان الاعلام ليه جزء كبير جدا من التاثير على القارئ، على المشجع، على الجمهور.
عناوينه، في بعض الناس بتعمل نوع من العناوين الساخره، ناس بتعمل من العناوين التشجيعيه، ناس بتعمل من العناوين، في برضو عناوين نوع من يعني التعصبيه، يعني في بعض في بعض الناس بتعمل عناوين تعصبيه، يمكن دي مرفوضه في الحقيقه، دي مرفوضه، دي مرفوضه طبعاً. طبعا يعني، لكن اعتقد ان التناول الاعلامي كمان بقى يعني مختلف شويه عن زمان. التناول الاعلامي دلوقتي بقى بعض الناس، بعض الاستاذ عبد المجيد نعمان، طبعا استاذ عبد المجيد نعمان، استاذ حمدي النحاس، استاذ نجيب المستكاوي، استاذ خالد، يعني استاذ ناصر السليم، كل الاساتذه الكبار يعني طبعا اللي هم علمونا كلنا، احنا طبعا ما حضرناهمش لكن اتعلمنا منهم يعني. اكيد اعتقد ان دول اثروا كتير جدا في الجمهور المصري، واثروا كتير جدا في اللعيبه، خصوصا كمان كل لعيب كان بيستنى بعد المباراه يشوف الاستاذ نجيب استاذ نجيب كاتب ايه في المقال بتاعه وبيديله درجه وحاجات بالزبط. اعتقد دي كلها تاثير. لكن التناول الاعلامي دلوقتي بقى مختلف شويه، الى حد ما بدات الناس بتتاثر بالفيسبوك وتويتر والانستجرام، وبتاخد العناوين من خلال الحاجات دي، فمحتاجين الى حد ما نرجع لهويتنا تاني اللي هي الخاصه بالتناول الصحفي او العناوين الصحفيه. في بعض المواقع الالكترونيه اللي هي بتحاول اللي هي متخصصه او اللي هي خاصه بالفئات معينه او بانديه معينه، بتاخد الجمهور ناحيه عناوين معينه تعصبيه، دي مرفوضه طبعا جدا جدا. طيب خلينا نشوف بقى بمناسبه العناوين والاخبار والمانشيتات الخاصه بمباراه القمه، خلينا نروح نشوف ابرز العناوين في الصحف عن مباراه النهارده. نبتدي بالاهرام. الأهرام قالت إن القمة 118 تبحث عن بطل جديد الليلة، الأهلي يواجه الزمالك في مباراة التحدي والبحث عن الثقة، الأحمر يسعى للاحتفال بدرع الدوري على طريقته، والأبيض يبحث عن تهدئة ثورة الجماهير. تعليقك إيه على المانشيت ده، وهل هي فعلا مباراة بطولة النهاردة؟ هو طبعا مباراة زي ما قلنا في البداية ان هي مباراة تحدي بالنسبة لنادي الزمالك، وبحث عن الثقة زي ما طبعا عنوان زمايلنا في الأهرام اتكلموا عنها، بحث عن الثقة بالنسبة للنادي الأهلي. النادي الأهلي طبعا بيبحث عن ثقته في نفسه وثقته في قدام جمهوره، ويأكد على ان اللقب ده مش جاي من فراغ ومش جاي بالصدفة، فأعتقد ان هي مباراة فعلا تحدي وبحث الثقة. عنوان مهم جدا في الأهرام بيقول ان الاحتفال النهارده الدوري على طريقته، بس انا مش عارف ازاي على طريقته، خصوصا ما فيش درع دوري، يعني انا مش عايز مش عارف ازاي هحتفل من غير الدرع نفسه او الدرع ما يكونش موجود. ودي يمكن برضو من علامات الاستفهام اللي برضو كنا محتاجين ان احنا نتكلم فيها، ولكن مش عايزين يعني احنا النهارده في احتفاليه سواء على مستوى الكره المصريه الاهلي او الزمالك ايا كان مين اللي يكسب يعني، لكن كان لازم النهارده الدرع يبقى موجود في على فكره الكلام مش منطبق بس على السنه دي، عشان يعني الاهلي كسب الدوري اللي احنا عايزينه بشكل عام، الاجواء الاحتفاليه تبقى موجوده في الملاعب المصريه زي ما بنشوف في اوروبا. بالظبط كده، اصل كمان ده بيحصل في كل ملاعب العالم طبعا، سواء طبعاً. في الدول العربيه، سواء في الدول الافريقيه، سواء في الدول الاوروبيه، سواء في امريكا الجنوبيه، يعني كل دول العالم بيحصل ان الفريق الفائز او الفريق البطل بيتسلم الدرع بتاعه في نهايه الموسم، ده طبيعي جدا يعني. بالظبط، فنتمنى نشوف ان احتفال الدرع النهارده هيحتفل بيه ازاي الاهلي يعني. طيب نروح للاخبار. الاخبار انا المانشيت طبعا عاجبني جدا، الليله قمه الخوف، الاهلي يخشى حرق الدوري، والزمالك خايف من الخروج من موسم بلا حمص. هي قمه الخوف فعلا ليه بقى؟ في خوف طبعا عند لعيبه الزمالك، وفي خوف عند لعيبه الاهلي، كل واحد من اللاعبين او من المجموعتين حاسس ان الخساره في المباراه النهارده هتسبب له احراج كبير جدا، هتسبب له مشكله كبيره جدا. هتكلم عن مستوى نادي الزمالك، نادي الزمالك اعتقد النهارده خسر مباراه هيبقى عنده دروب كبير جدا، هيحتاج ان هو يقوم تاني من الكبوه اللي هو فيها، ضيع الدوري، ضيع بطوله خاصه، مباراه النادي الاهلي. اعتقد دي هتبقى بالنسبه للنادي الاهلي، اعتقد الخوف برضو من خساره في وهو بطل الى حد ما طبعا هيحزن جماهيره، هيغضب جماهيره، هيبقى في نوع من
الغضب عند الاداره عند الجهاز الفني. الجهاز الفني طبعا محتاج ان هو يكسب الزمالك. مستر لاسارتي يمكن هنيجي بعد شويه ان هو عنده رغبه مهمه جدا في ان هو يكسب نادي الزمالك، لان هو طبعا المباراه اللي فاتت كان في تعادل، فمحتاج ان هو ياخد ثقه ان هو بطل الدوري من المديرين الفنيين المتميزين اللي جم من النادي الاهلي. محتاج ان هو ياخد ثقه ان هو يكسب نادي الزمالك يعني. اكيد. طيب خلينا نروح للجمهوريه، بتقول ان الاهلي طمعان والزمالك عشمان، ده في القمه طبعا 118. ممكن يكون الاهلي طمعان في ايه من وجهه نظرك بخلاف وجهه نظر جريده الجمهوريه يعني؟ هو طبعا في الفوز يعني، هو اكيد طمعان في الفوز وطمعان في ان هو يسعد جماهيره النهارده، ويبقى في احتفالات في كل انحاء الخاصه بالنادي الاهلي سواء داخل مصر او خارج مصر. هو ده الطمع بتاع النادي الاهلي. نادي الزمالك في المقابل عشان ان هو بيبوظ فرحه الاهلي. بالظبط كده. الى حد ما نادي الزمالك هيبقى عنده فرصه ان هو يعني ياخد نقطه تعادل يعني، او يعني يحصل تعادل. ده العشم بتاع نادي الزمالك ده بالنسبه له، لكن الدوافع عند الفرقتين اعتقد ان هي النهارده واحده، مش هيبقى في عشم عند حد يعني. فوز الزمالك لا قدر الله النهارده على النادي الاهلي، ده ممكن يعوض جمهور نادي الزمالك شويه عن فقدان بطوله الدوري؟ وارد طبعا. هو هيبقى عندهم نادي الزمالك هيبقى او جمهوره عنده فرحه داخليه ان هو كسب النادي الاهلي، كسب البطوله الخاصه ما بين الفرقتين. على الاقل هتهدي من الغضب اللي موجود عند جميع نادي الزمالك في ضياع الدوري يعني. طب خلينا نروح للوطن. الوطن بتقول ان القمه 118، انا البطل، الاهلي المتوج يتحدى الزمالك اللا وصيف. عنوان مميز، انا البطل، انا داخل المباراه وانا بطل بطوله الدوري. رايك ايه في عنوان الوطن؟ لا، هو انا بشوفه هنا العنوان بيقول ان اللي هيكسب هو البطل يعني. هو بيقول في العنوان مش بيتكلم عن النادي الاهلي، مش بيتكلم عن النادي الاهلي طبعا، هو بيتكلم على القمه 118 نفسها، ان اللي هيكسبها يبقى هو البطل. هو بطل 2019. طب ما ممكن يكون قصده ان الاهلي انا البطل، سواء كسبت او خسرت هذه المباراه انا بطل الدوري. هو مش محدد هنا يعني، لو نرجع للعنوان تاني هو مش محدد للاهلي، هو محدد الاهلي متوج يتحدى الزمالك الوصيف، يعني بيتكلم على القمه 118. هو مش متحدد للنادي الاهلي. هو النادي الاهلي طبعا هو بطل الدوري، ده ما فيش كلام. لكن انا بتكلم على القمه 118، هي الكلمتين المختصرين بالنسبه لعنوان جريده الوطن. انا البطل، ان البطل. بس ممكن كلمه المتوج دي يكون ليها يعني، او قاصدين بيها ان الاهلي هو البطل برضه في النهايه. هو ده هي تفسيري يعني. هو ده العنوان تفسيري بالنسبه للعنوان اللي فوقيه بالظبط كده، انه متوج ان هو يتحدى الزمالك الوصيف، يعني اللي هيكسب النهارده القمه 118 هو بيشوفها. طبعا الزملاء في جريده الوطن بيشوفها ان اللي هيكسب النهارده هو البطل يعني. ده عنوان جريده الوطن يعني. طب نروح للمسا. طبعا بتقول المسا، اتفضل. الاهلي نوع الانتصار والزمالك يتحدى الانكسار، الحسبه واحده للقطبين، الفرحه لجمهور الناديين. اعتقد ان يمكن وانا ببص على العناوين النهارده كلها من افضل العناوين الصحفيه النهارده في الصحف. مع احترامنا طبعا لكل الزملاء في الجرايد اكيد القوميه والخاصه يعني. الاهلي نوع الانتصار والزمالك يتحدى الانكسار، ده طبعا عنوان مميز جدا، عنوان فيه نوع من السجع الصحفي زي ما بيقولوا يعني في 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 الصحافه. ويمكن هم المسا مميزه بالموضوع، مميزه طبعا 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 مفيش كلام يعني. والموضوع الحسبه الواحده للقطبين، اعتقد زي ما احنا قلنا ان الاثنين ما عندهمش اي حسبه مختلفه. الفرحه بقى هتبقى لجمهور الناديين لو يعني ايا كان مين اللي يكسب يعني. طيب الشروق بتقول ان الليله الاهلي والزمالك في قمه معنويه، لاسارتي يدرس اجراء تعديلات على التشكيله الاساسيه وجلال عينه على الفوز الثاني امام الاهلي. خلينا نبتدي من الاول، الاهلي والزمالك في قمه معنويه، هل هي قمه معنويه فعلا؟ هي قد تكون قمه معنويه بالنسبه للزمالك يعني، معنوياته مرتفعه، هو اللي ممكن تكون كفته ارجح. هو تفسير العنوان هنا اعتقد ان هو يعني يميل ناحيه نادي الزمالك. يعني قمه معنويه هنا اعتقد هتبقى بالنسبه لنادي الزمالك، مش نادي يعني الاهلي. مش نادي الاهلي يعني، ده العنوان. لكن العنوان الفرعي بالاسارتي يدرس اجراء تعديلات. ممكن يكون في تعديلات في التشكيل النهارده بالنسبه لنادي الاهلي؟ ما اعتقدش يعني، حسب المعلومات اللي وارده من معسكر النادي الاهلي اعتقد ان الجهاز الفني هيبدا بنفس التشكيل اللعبي، واعتقد ان ده من التشكيل المميز الحقيقة.
شويه يعني تشكيل مميز جدا لعب بيه مباراه نادي المقاولين وحقق الهدف اللي هو كان يعني كان عايزه الجهاز الفني بالزبط. وقدر ان هو ينفذ العديد من الجمل ويمكن دي كانت جديده برضو على النادي الاهلي ده يمكن الاستفاده من المعسكر بتاع اسبانيا طبعا وده الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه ان النادي الاهلي او مستر لاسارتي بالتحديد كان جاي في نص الموسم ممكن وارد يكون ليه انتقادات بشكل طبيعي جدا عادي بس في نفس الوقت لازم نقول ان كان في ظروف صعبه الموسم كان صعب وجه في نص الموسم ما لحقش دخل في مباريات كبيره على طول بيراميدز سموحه ماتشات ورا بعض في افريقيا كمان في كل الكلام من ده فالراجل ما كانش خد فرصته لايصال فكره للاعيبه النادي الاهلي الفرصه دي كانت سانحه في المعسكر اسبانيا بالظبط طبعا مزبوط. وده زاد كمان ان كل اللاعبين كانوا موجودين معاه طبعا باستثناء بعض الدوريين اللي انضموا بعد كده يعني لكن اعتقد ان الراجل حط ايده خلاص على كل النقاط القوه والضعف جوه الفرقه والمباريات الوديه اللي اتلعبت والمعسكر المتميز جدا اللي طبعا نجح فيه النادي الاهلي اعتقد ان ده هيفيد كتير جدا مستر لاسارتي والجهاز الفني المعاون خلال الفتره اللي جايه خلاص ما بقاش في عنده اعذار ثانيه ما بقاش في عنده اي مبررات احنا دلوقتي دخلنا على موسم كامل مستر لاسارتي عارف كل لعيبه النادي الاهلي حتى بالزبط. كمان الجدد كمان لسه اللي هم لسه منضمين اعتقد ان هو عارفهم برده الى بعض الشيء ان شاء الله باذن الله يعني نتمنى التوفيق للنادي الاهلي يعني. وفي نفس الوقت من نفس العنوان في الشروق ان خالد جلال مدير فني نادي الزمالك عينه على الفوز الثاني امام الاهلي وكان فاز على النادي الاهلي الموسم اللي فات في الدور الثاني بنتيجه 2-1 وكان اول فوز للزمالك على الاهلي في بطوله الدوري من 11 سنه تقريبا يعني طبعا طبعا طيب خلينا نروح للاخبار المسائي القمه تنادي بطلها الاهلي يبحث عن الضربه القاضيه والزمالك يريد افساد الفرحه هو طبعا عنوان الحقيقه برضو مميز القمه يعني القمه دي اعتقد ان هي اكيد هتنادي على البطل بتاعها اللي يكسب الضربه القاضيه دي يمكن هي اشبه بمباريات الملاكمه اللي يضرب هو اللي هيكسب يعني بس انا ما كنتش انا مش عايز يعني عموما يعني كجمهور وهتكلم بلسان الجمهور ان احنا نفسنا النهارده نشوف كوره مش عايزين صح. نشوف خطط ومش عايزين نشوف تكتيك ومش عايزين نشوف احنا عايزين نشوف كره قدم ما بين اكبر فرقتين في مصر وفي الشرق الاوسط طبعا لاعبين على مستوى عالي جدا النهارده يمكن بعض الزملاء في المواقع الرياضيه عملوا حسبه ان 950 مليون جنيه موجودين في الفرقتين يعني يعني احنا بنقترب من مليار جنيه القيمه السوقيه بالنسبه للاعبين يعني سواء في الاهلي وفي الزمالك اعتقد ان دي محتاجه مننا ان احنا النهارده نشوف مباراه قويه مش مباراه ملاكمه يعني. نروح للدستور. الدستور قمه اطول دوري في مصري في برج العرب اليوم الاحمر يلعب بنفس التشكيل والابيض يعاني من غيابات وحكم مجري طبعا هو ده يعني اطول دوري فعلا طبعًا. في, 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 في اخيرا يخلص النهارده اه طبعا أخير. في تاريخ الكره المصريه لكن هو موسم استثنائي وكلنا متفقين على ان هو موسم استثنائي نتمنى ان شاء الله باذن الله وبنعلنها بدايه وصراحه وهو من البدايه لكل الساده المسؤولين في اتحاد الكوره نتمنى ان الموسم القادم نشوفه موسم مثل كل الدوريات اللي بتبقى موجوده على المستوى العربي حتى على الاقل يعني نقلد المستوى العربي مش عايزين نقلد المستوى الاوروبي لكن المستوى العربي نحاول نوصل له يعني. طيب خلينا نروح لمداخله هاتفيه مهمه جدا مع الناقد الرياضي الكبير استاذ لطفي السعاني يا استاذ لطفي مساء الخير عليك. مساء الخير عليك. اخبار حضرتك ايه؟ وتحيه لضيفك الكريم الاستاذ رامي عبد الحميد. اهلا وسهلا بك معانا وعايزين نسال حضرتك على مباراه الاهلي والزمالك مباراه القمه النهارده وكيف ترى هذه المباراه؟ والله هي مباراه خاصه بين قطبي الكره في اقوى ديربي في المنطقه العربيه بالكامل مباراه بينتظرها جماهير الفرقتين بغض النظر عن حتم الاهلي للقب المفضل بطوله الدوري الجمهور الاهلي بيعول على استكمال الفرحه بالفوز على الزمالك، جمهور الزمالك عايز يعوض خسارته للدوري ويحقق نتيجه مرضيه لجماهيره بالفوز على الاهلي. مباراه ما لهاش اي مقاييس او معايير. لكن في النهايه هتكون مباراه عصبيه متوتره بين الفرقتين. عصبيه ومتوتره. طبعا. ليه بقى؟ طبعا. الكل عايز يثبت ذاته عايز يعوض
الزمالك عايز يعوض البطوله ويرضي جماهيره، الاهلي عايز ياكد احضانه واللقب ويسعد جماهيره، فهتبقوا اللعيبه نازله متوتره. يتوقف على ذلك شخصيه الحكم اللي هتقدر تسيطر على المباراه، حتى لو تعرف منه يبقى شكلها خارج بشكل مش لائق. ديربي مهم جدا في المنطقه العربيه، اهم ديربي في المنطقه العربيه عموما، بحجم جماهيري غير عادي بيتفرج على هذه المباراه من المحيط الى الخليج نظرا لشعبيه الفريقين، فامر طبيعي جدا ان المباراه هتبقى متوتره. اتمنى انها تخرج بشكل كويس عشان نقول ان احنا في اسلوب حضاري وراقي بعد كاس الامم الافريقيه، ونقدر نقنع الناس ان احنا عندنا حتى فرقتين بيقدروا يقدموا حاجه كويسه بغض النظر عن مين يكسب مين يخسر، لكن في النهايه نتمنى انها تبقى مباراه طليق بديربي الكره المصريه بشكل كويس جدا. طيب استاذ لطفي، هل كفه فريق عن اخر ارجح، ولا الامور بتبقى متساويه في مباراه القمه، وخصوصا بعد ما النادي الاهلي حسم بطوله الدوري بشكل رسمي من خلال مباراه المقاولين، فبالتالي هو معنويا اعلى، هل ده ممكن يرجح كفه النادي الاهلي النهارده؟ دايما في حكمه بتقول لا تدخل معركه مع شخص لا يملك ما يخسره. الزمالك اليوم لا يملك ما يخسره، خلاص خسر الدوري ما عندوش ازمه في حاجه، لكنه بيبحث عن تعويض معنوي. النادي الاهلي هو اللي نازل النهارده عنده حافز اعلى، ان هو ايه، عايز اكد احقيتي باللقب، عايز اقول لجمهوري يفرح بفوزي كمان على غريمي اللدود، كل ده مدي دوافع للفريقين. خلاص البطوله خلصت، فالفريقين بيلعبوا بنفس الدوافع، ان دي مباراه خاصه يعني لارضاء الجماهير، فامر طبيعي ان الفريقين هيبقوا نازلين عندهم نفس الحافز انه يلعب عليه. هيبقى في قلق عند جمهور الزمالك، عند لعيبه الزمالك امر طبيعي، لانه مش عايز يبقى خارج من المباراه بخساره كبيره، مش عايز يبقى خارج حتى الخساره بفارق كبير، فبالتالي يعني تخلي اللعيبه فيها حاله غضب من الجماهير بشكل كبير جدا، فتاثر عليهم مستقبلا، خصوصا ان عدد اللعيبه الدوليين في الفرقتين. مباراه ما بين الاهلي والزمالك من غير جمهور، وباذن الله من الموسم الجاي بقى نشوف جمهور بشكل طبيعي في كل المباريات. مباراه ما بين الاهلي والزمالك من غير جمهور، وباذن الله من الموسم الجاي بقى نشوف جمهور بشكل طبيعي في كل المباريات، كمان في مباراه الاهلي والزمالك باذن الله الدوري هيبدا بجمهور ان شاء الله، ومباراه الاهلي والزمالك هيبقى فيها جمهور، يعني بعد نجاح تجربه تذكرتي في كاس الامم الافريقيه، اعتقد ان احنا اصبح عندنا داتا كويسه جدا، واصبح عندنا سيستم كويس جدا انك انت تقدر تدخل جمهور في اي وقت، خصوصا ان بقى عندك عصير بيانات كل من هو موجود في داخل المدرجات، فامر طبيعي ان شاء الله ان الدوري الجديد يبدا بجمهور، ان شاء الله مباراه الاهلي والزمالك ايضا بجمهور، ونعود تاني للاستمتاع بالمباريات وحضور الجمهور، لان هي المتعه الحقيقيه، لان مفيش مسرح بدون جمهور، فبالك بقى ملعب كره القدم بدون جمهور ده فاهم كتير جدا ان احنا ان الكوره عندنا تتراجع شويه، لكن ان شاء الله عندي ثقه كبيره وامل ان الموسم الجديد هيبقى مختلف تماما سواء على الدوري او الدربيات الخاصه بين الاهلي والزمالك. النتيجه يا استاذ لطفي توقعاتك ليها ايه النهارده؟ والله النتيجه صعب النتيجه صعب لسبب، لكن المعطيات الحوافز كتير عند الفريقين، لكن الفريق اللي اكثر ثباتا عنده ثبات انفعالي هو اللي هيبقى راكب المباراه ان شاء الله. نتمنى الاهلي هو اللي يكون اكثر ثباتا في مباراه اليوم. يا استاذ لطفي انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، يا استاذ لطفي السقعانه الناقد الرياضي الكبير. نرجع نتناول الاخبار في الصحف النهارده ونروح لليوم السابع. اليوم السابع من عندكم انتوا، قالوا الاحمر يهزم الزمالك بسبعيه نظيفه في مواجهات يوليو. 11 مواجهه كانت ما بين الاهلي والزمالك صحيح. في شهر يوليو النادي الاهلي ما تعرضش للهزيمه اطلاقا، على حسب الاحصائيه فاز في سبعه وتعادل في أربعة.
هل ده ممكن يكون مؤشر؟ هو ده يمكن تناول مختلف شوية تناولناه النهاردة في اليوم السابع بخصوص المواجهات ما بين الفرقتين في شهر يوليو، ودي يمكن الناس بعض الناس في الجماهير يعني سواء في الأهلي أو الزمالك أو بعض الجماهير الأخرى بتاخد بنظرية التفاؤل في الأشهر أو في الأيام اللي هي الخاصة يعني فأعتقد أن مواجهات يوليو النادي الأهلي هو اللي عنده الميزة فيها وعنده اللي هو التفوق زي ما حضرتك قلت، لكن هي مش المؤشر يعني، طبيعي جدا ممكن ان يكون في حاجه زي كده، ولكن كل مباراه ليها ظروفها. ويمكن انت حضرتك لما سالت استاذ لطفي السعان بخصوص النتيجه طبعا صعب توقعها، ان مباراه الاهلي والزمالك دي مش مباراه زي الزمالك والجونه او الاهلي والمقاولين، مع احترامنا كل الانديه طبعاً. ولكن هي مباراه ما فيهاش نوع من المعايير وما فيهاش نوع من المقاييس، وصعب جدا التكهن بيها يعني حسب ظروف المباراه، حسب ظرف كل يعني الجانب النفسي كل لاعب في هذه المباراه، هي دي اللي بتفرق يعني. محدش كان ابدا يتوقع ان النادي الاهلي يكسب نادي الزمالك 6-1 في المباراه طبعا لكن هي ظروف المباراه ادت لده وكانت النتيجه كده. لكن مباريات شهر يوليو اعتقد ان النادي الاهلي هو متفوق فيها، نتمنى المباراه تخرج بشكل كويس ويكون الظروف حلوه ان شاء الله وتؤدي لفوز النادي الاهلي بشكل مميز ونتيجه مميزه. نروح للمسا، المسا بتقول ايه؟ بتقول ان الاحمر في القمه بالقوه الضاربه، فتحي وصالح جمعه في دائره الاهتمام والمدير الفني يحذر من ضياع فرحه اللقب. عايز اتكلم بالتحديد عن القوه الضاربه للنادي الاهلي، وهل القوه الضاربه دي اللي كانت متواجده في مباراه المقاولون، ولا النادي الاهلي عنده اوراق اقوى من كده كمان ممكن يستغلها في مباراه اليوم امام الزمالك، وبالتحديد زي ما قالت المسا كده فيما يتعلق باحمد فتحي وصالح جمعه اللي تالق بشكل ملفت عقب نزوله في مباراه المقاولين، وجهه نظرك؟ لا، هو النادي الاهلي يمكن انا كنت موجود مع حضرتك في كذا لقاء يعني كنا بنتكلم على ان في معاناه من الاصابات ومعاناه من الغيابات في كثير من المواقف يعني اكثرها في بطوله افريقيا. الحقيقه النادي الاهلي او الجهاز الفني المره دي عنده يعني حظ كويس قوي ان جميع اللاعبين في وفر في اللاعبين طبعا جميع اللاعبين جاهزين الحمد لله يعني ما فيش اصابات الحمد لله الامور كلها جيده بالنسبه للعيبه على المستوى النفسي على المستوى المعنوي كل الامور ما فيهاش ادنى مشكله فبالتالي هو في حيره جدا. المباراه اللي فاتت يمكن بدا بوليد سليمان وبدا ب حسين شحات ورمضان صبحي في الجزء الهجومي ومعاهم وليد ازارو بره كمان عنده ما شاء الله من اللاعبين في صالح جمعه طبعا في كمان مروان محسن في الهجوم اعتقد برضو ان الجزء بتاع الخاص بالدفاع طبعا في ياسر ابراهيم اعتقد يعني عنده من اللاعبين يعني المتميزين اللي يقدر يستعين بيهم في اي وقت. زمان او في فترات قبل كده النادي الاهلي ما كانش عنده الميزه دي، ما كانش عنده الرفاهيه دي بسبب الاصابات، لكن الحمد لله الامور دلوقتي بقت مستقره، وخصوصا كمان ان في لاعبين كمان راجعين يعني في لعيبه كمان راجعه زي محمد محمود وفي لعيبه طبعا كريم نيدفيد وسعد سمير وشريف اكرامي ومن زكريا وشريف اكرامي يعني كل المجموعه اللي هي اللي كان من النادي الاهلي يعتمد عليها اعتقد ان هم عنده وفره فيها جيده جدا. فالنهارده القوه الضربه لا فالنادي الاهلي عنده قوه ضربه سواء في ال11 اللي هيبداوا او في الاوراق اللي يعني هيستعين بيها في المباراه حسب رؤيه الجهاز الفني. طبعا. محمد هاني مثلا على الجبهه اليمنى ما عندوش مشكله جامد قوي. طبعا محمد هاني من اللعيبه المهمه جدا يعني. واعتقد ان مستقبله جوه النادي الاهلي وجوه منتخب مصر هيبقى حاجه تانية جدا طبعا. في الفتره اللي جايه ان شاء الله، وانا على مستوى شخصي اتمنى ان يكون في عرض، اعتقد ان في عروض احتراف بالنسبه لمحمد هاني، يا ريت النادي الاهلي يوافق لان هيبقى يفيدنا جدا كتير قوي. ده طبقا للمعلومات عندك انت يعني في عروض لمحمد هاني. موافقه النادي الاهلي دي متروكه لمجلس الاداره والمسؤولين عن الكره، هم يعني هم اللي عندهم الحق في اعطاء موافقه او الرفض على طبعا. رحيل محمد هاني على حسب مصلحه فريق النادي الاهلي اكيد، واكيد برضو مصلحه اللاعب النادي الاهلي بيبحث عنها بكل تاكيد يعني. حته احمد فتحي، هل ممكن النادي الاهلي النهارده يستعين بخبرات احمد فتحي وقدراته طبعا الكبيره في المباراه حتى لو مش هيلعب باك رايت مكان محمد هاني في نص الملعب مثلا، ولا صعب في ظل تالق حمدي فتحي وعمرو السوليه والثنائي ناجح مع بعض يعني؟
اعتقادي الشخصي ان مستر لاسارتي مش هيغير حاجه خالص في التشكيل، مش هيغير التشكيل ولا حتى صالح جمعه بعد ما نزل مكان وليد سليمان المره اللي فاتت. لا ما اعتقدش ان صالح هو اللي يبدا، يعني ما اعتقدش ان صالح يبقى ورقه ممكن يستخدمها. طبعا. انا يعني من خلال متابعتنا لمستر لاسارتي هو بيحاول ان هو يجرب حاجه معينه وما بتمشي بيجربها تاني يعني. فاعتقد ان التشكيل اللي بدا بيه مباراه المقاولين او اللي لعب بيه مباراه المقاولين هو ده اللي هيبقى تشكيل مباراه النهارده، الا اذا كان في حاجه حصلت في التدريبات امس او اي خطه في دماغه عايز يغيرها. لكن انا في اعتقادي ان هو هيبدا بالتشكيل اللي هو بدا بيه، سواء محمد هاني زي ما حضرتك بتسال او وليد سليمان. محمد هاني لعيب مهم جدا دلوقتي، لعيب عنده من السرعات وعنده من الخبرات اللي هو اكتسبها، عنده من الحلول، وعنده من الحلول طبعا زي ما انت قلت. وفي نفس الوقت بيقوم بالدور الدفاعي والهجومي على مستوى ثابت. فبالتالي الخيار عند الجهاز الفني بالنسبه لمحمد هاني افضل. احمد فتحي طبعا هو كان راجع من فتره اصابه وفتره طبعا عدم اتزان وغضب من عدم مشاركته في افريقيا، فبالتالي كل الامور دي اثرت شويه على احمد فتحي. احمد فتحي طبعا لعيب كبير، لعيب انا بعتبره من افضل اللاعبين على مستوى يعني في مستوى الكره المصريه كلها. لعيب عنده مميزات مش موجوده عند لعيبه كتيره جدا سواء داخل مصر او خارج مصر. فلكن انا اعتقد ان محمد هاني هو اللي ممكن يبدا يعني. طيب خلينا ناخد خبر كمان، بس قبل ما ناخد الخبر ده في خبر دلوقتي من اتحاد الكره ان اتحاد الكره يستقر على منع الحكام الاجانب في الموسم المقبل. ده من اليوم السابع على فكره خبر ان ما فيش حكام اجانب في الموسم المقبل. هو مين في اتحاد الكره دلوقتي اصلا بياخد القرار؟ هو المفترض ان الاستاذ ثروت سويلم هو المسؤول عن الاتحاد الكره ومع الساده المديرين اللجان يعني او مديرين اللجان لجنه المسابقات واللجنه القانونيه هم دول المسؤولين يعني. لكن فكره منع الحكام الاجانب يا ريت يعني، احنا نتمنى حاجه زي كده. نتمنى ندي فرصه للحكم المصري. الحكم المصري لما بيظهر في المباريات الخارجيه بيظهر على اعلى مستوى، ويمكن كل الناس اتكلمت على جهاد جريشه في نهائي في الكونفدراليه في بطوله افريقيا، واتكلموا برضو عن طارق عامر اللي هو حكم من الحكام الكويسين قوي طبعا. طبعًا. فاعتقد ان يا ريت يكون القرار رسمي يعني. سريعا قبل ما نختم بسرعه توقعات جمهور النادي الاهلي والجماهير بشكل عام وصفقات قناه الاهلي المختلفه. خلينا نبتدي بفيسبوك توقعاتهم لهذه المباراه. احمد نجيب قال ان شاء الله الاهلي يفوز 2-1، كمان المتر جابر قال 4-1 للاهلي ان شاء الله، حسام عبد العزيز قال 2-0 للاهلي، محمد الحديدي قال 4-1 للنادي الاهلي، كمان محمد صابر قال مساء الخير عليك يا امير، مساء الفل عليك يا محمد، ان شاء الله الاهلي يكسب 2-0. تمام. ابراهيم محمد قال ان شاء الله 2-0 للنادي الاهلي. نروح تويتر سريعا. تويتر قالوا دانا قالت 2-0 للنادي الاهلي، احمد حسن قال 3-1 للاهلي ازار ومعلول ورمضان، وروان قالت 4-0 للنادي الاهلي. نتمنى كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في مباراه اليوم، مباراه القمه امام نادي الزمالك. يا استاذ رامي انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. شكرا جدا. شكرا. طبعا كان ضيفنا في حلقه النهارده من كلام في الميديا هذه الحلقه الخاصه جدا استاذ رامي عبد الحميد رئيس القسم الرياضي باليوم السابع، اتكلمنا بشكل مفصل على عناوين وابرزها في المواقع وفي الصحف وفي الصحف يعني بالتحديد. قبل ما اختم ان شاء الله اتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي ويفوز في القمه 118 عشان تكتمل فرحه جمهور النادي الاهلي من خلال مباراه اليوم. دي كانت حلقتنا الخاصه جدا جدا من كلام في الميديا، انتظرونا وحلقه جديده ان شاء الله غدا نكون بنبارك فيها للنادي الاهلي. الى اللقاء.